بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن من الصيام المندوب إليه صيام شهر الله المحرم الذي يعد أفضل الصيام بعد شهر رمضان، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثم إن أفضل الصيام في شهر الله المحرم عباد الله هو صيام يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول الله صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، وهذا الشهر يعني